الشاعر الحكيم يقول: وكيف يسلم لهم دعاوى حبها وهوى نفوسهم إلى ضراتها. نحب أهل البيت، ولكن هوانا أيها الإخوة مع الذين قاتلوهم وقتلوهم ولعنوهم وشردوهم ونكلوا بهم، نترضى عليهم وندافع عنهم بحماسة وشراسة. ما شاء الله على الحب. لقد رابني من عامر أن عامرا بعين الرضا يرنو إلى من جفاني يجيء، فيبدي الحب والنصح غادية، ويمسي لأعدائي خليلا مواخية. فيا ليت ذاك الحب والنصح لم يكن، ويا ليته كان الخصيم المعادية. اسمعوا الحكمة: لا نحب هؤلاء ونحب من عادهم ونترضى عنهم ونمنع انتقاصهم ولو بأي وجه، ونسكت عن الأحاديث التي ذمتهم وحذرت منهم وانتقصتهم. نقول لمحمد: تأخر يا محمد، الآن أنت تتأخر، لا تتكلم، لدينا فقه آخر وأحاديثي الصحيحة وأحاديثي المتواترة، بعضها متواترة. لا لا لا، هذه تحوت،